السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي عالم ناديه. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش غادي نبرموا الحرير ديال الرانتا. عندنا هاد القصبه ديال الصابره، هادي كيكونوا فيها اربعه ديال الشعرات، ها هما باينين هنا، واحد وزوج وثلاثه واربعه، ها هما باينين، واحد جوج ثلاثه اربعه. غادي نحيدوا هنا وحده وغادي نبرمو غير ثلاثة. انا غادي نوريكم كيفاش كنحيدو وحده. الا كنتو جالسين في الاضره كتثبتو في رجليكم، بغيتو تبرمو هكا في المخده، انا غادي نوريكم كيفاش كناخذو هاد الفنيتات، هادو اللي كنخدمو بهم كنشدو بهم الثوب، هادو اللي كنشدو بهم الفولار على الراس. غادي نثبت هاد الحرير في النص، هذا اللي قلت لكم راه حيدتو على ثلاثة الشعرات، هاهم ثلاثة باينين هنا، واحد جوج ثلاثة، في المجموع كيجي على ستة. غادي نتنيو بحال هكا هاد الخيط في النص وغادي نحطو بحال هكا على المخدة، وغنجيبو هاد الفنيتة غنثبتو بحال هكدا بحال هكدا، كنثبتو هاد الخيط وغادي ناخدو هادو كنجيو لهنا كنلوي هادي على الصبع بحال هكدا، كنشدها هنا باش نتحكم فيها وكنمشي لهادي وغادي نهبط من الفوق للتحت من الفوق للتحت، واحد ونعاود نهزها الفوق ونعاود نلويها ثانية بحال هكدا، وغنعاود نطلق هادي ونشد الاخرى في بلاصتها ونشد هادي وغندير لها نفس الطريقة من الفوق للتحت، المرة الأولى عاوتاني من الفوق للتحت، المرة الثانية، ودابا غادي نلاقيهم بزوج وغادي نجمعهم في العكس، كنا من الفوق للتحت دابا من التحت للفوق بالعكس هكا، كنلاقيهم حتى كيتجمع ليا هنا عند الفنيتة، حتى كنحس بيه راه الزير هنا عند الفنيته، وكنحط صبعي هنا وكنشد هذا وكنجر شويه، كنجر باش كيجيني الحرير واقف بحال هكا على هذا الشكل. هذا هو الحرير اللي كنخدمو به.